بيبدأ المسلسل بتاعنا في مملكة بيبنبرج، وبنشوف أوتريد وأبوه الملك وهم على الشط، وبيلاحظ أوتريد إن في سفن كتير بتقرب منهم وبيشاور لأبوه عليها، وبيكون فاكر إنهم تجار جايين للمدينة بتاعتهم، لكن أبوه بيقول له إنهم فايكنج من الدنمارك وجايين علشان يحتلوا بلدهم. وعلى السفن دي بنشوف جيش الفايكنج مع القائد بتاعهم اللي اسمه راجنر، ولما بيرجع الملك للمدينة بينادي على ابنه الكبير، وبيقول له ياخد 6 من الجنود معاه ويروح للشط يراقب السفن اللي جاية، وإنه يحاول يعرف أعداد الجنود، وبينبه عليه انه ما يعملش اكتر من كده ولا يهاجمهم. لكن ابنه لما بيشوف الفايكنج مش بيسمع كلام ابوه، وبيخرج يتحداهم ويهددهم بالقتل وبيكشف ليهم مكانه، فبيأمر راجنر جنوده انهم يمسكوه، وفعلا بيرجع براسه بعد ما قتله قدام القلعه وبيوريها لابوه، وبيروح بعدها الملك يقابل اخوه وبيقول له يختار 30 جندي يفضلوا في المدينه، وده علشان يحمي أوتريد ابنه الصغير لانه الوريث الوحيد دلوقتي للعرش. وتاني يوم بيخرج مع الجيش بتاعه علشان يحارب الفايكنج، ولما بيصحى أوتريد ويعرف ان ابوه خرج مع الجيش بياخد حصان من الاسطبل بسرعه وبيقرر انه يخرج وراه، وبيطلع ان عمه شايفه كل ده وهو خارج وموقفهوش، وبيقول للمساعد بتاعه سكالون ان لو اخوه مات في الحرب لازم أوتريد ابنه يموت هو كمان، وده علشان يبقى هو الملك الوحيد والشرعي لبيبنبرج. وبنروح لراجنر وهو رايح يقابل الفايكنج اللي موجودين في انجلترا، وبيقابله هناك القائد جوسروم ومعاه القائد اوبا، وبيطلب منهم راجنر انهم يساعدوه ويبداوا الحرب على مملكة بيبنبرج، والقائد أوبا بيكون قلقان لأن أعداد الإنجليز أكبر من أعدادهم، لكن راجنر بيقدر يقنعه وبيقول له إن أقوى واحد في المملكة دي هو الملك أبو أوتريد، وإنهم لو قدروا يخلصوا منه هو والجيش بتاعه هيقدروا يسيطروا على باقي المملكة بسهولة، وإن عنده فعلا خطة يقدروا ينفذوا بيها الكلام ده، وفعلا بيقرر أوبا وجسرهم إنهم يساعدوه ويبدأوا الحرب، وبعدها بتبدأ الحرب فعلا وبيهجم عليهم أبو أوتريد مع الجيش بتاعه، والفايكنج ساعتها بيتصرفوا تصرف غريب جدا، وهو انهم يعملوا حيطه من الدروع قدامهم ومش بيهجموا عليهم، لكن كل ده بيطلع ضمن خطه راجنر، وبيتفاجئ الملك بجيش تاني من الفايكنج بيطلع من وراهم، وبيعملوا هم كمان حيطه من الدروع وبيحصرهم في النص، وخلال وقت قصير جدا بيقدر جيش الفايكنج انه يمسح جيش الانجليز بالكامل، وفي نفس الوقت ده بيوصل أوتريد لارض المعركه، لكنه بيتصدم لما بيشوف واحد من الفايكنج وهو بيقتل ابوه، وبيحاول ينتقم لابوه وبيهجم على راجنر نفسه، وطبعا بينتهي الموضوع براجنر بيخبطه على دماغه وبيغمى عليه، وبياخده بعدها للبيت هو وبنت اسمها بريدا، وده علشان يخدمه مراته في الشغل وتقطيع الخشب، ولان أوتريد من نفس عمر بنت راجنر اللي اسمها تايرا بيتعاملوا البنت كانه صاحبها مش اسير عندهم، وبيلعبوا هما الاثنين وبريدا مع بعض، وبيجي وهما بيلعبوا مع بعض ولد اسمه سفين، وده ابن واحد اسمه كاجرتن من جيش راجنر، وبيكون معاه سيف حقيقي وبيحاول يضربهم بيه، ولما بيروحوا للبيت بيعرف راجنر اللي حصل، فبيروح لبيت كاجرتن وبيضرب ابنه وبيخليه يخسر عينه، وبينفي كاجرتن وعيلته كلها من ارضه وبيسيبه ويمشي، فبيتضايق كاجرتن من اللي حصل وبيكون عاوز ينتقم، وبيروح لعم أوتريد وبيعرفه ان ابن اخوه عايش، فبيروح عمه على طول مع شويه من الجنود والقس بيوكا واللي كان صاحب ابو أوتريد جدا، وعلشان كده اول ما بيوصلوا بيروح بيوكا يتكلم مع أوتريد وبيعرفه انه عمه جاي يدفع الفديه بتاعته علشان يموته، وبيقول له انه لازم يهرب ويروح لويسكس، وهناك الملك اسل ريد هيحميه، وبيبدا الكلام بين عمه وملوك الفايكنج، وفي نص الاتفاق بيقرر راجنر ان أوتريد يفضل معاه، وده طبعا بيفرح أوتريد جدا بدل ما كان هيروح مع عمه ويتقتل، وبيقول له راجنر ان هيكون زي ابنه من النهارده. وبعد فتره بنشوف أوتريد وبريدا بعد ما كبروا وهما في الغابه، وبيشوفوا كاجرتن ومعاه ابنه سفين وشويه جنود ورايحين على قريه راجنر، وبيقول لها أوتريد انهم لازم يحذروا راجنر لانه اكيد جاي ينتقم منه، لكن مش بيلحقوا يوصلوا وبيولع كاجرتن واللي معاه في بيت راجنر، وبعد ما بيموت اهل راجنر بيقرر انه يطلع يحاربهم قبل ما يموت والنار ماسكه فيه، وبيقدر كاجرتن انه يموته هو كمان. وتاني يوم بعد ما كل اللي في القريه ماتوا بيشوف أوتريد مساعد عمه واللي اسمه سكالون، وبيعرف انه جاي علشان يتاكد من موته ويبلغ عمه، وبيعرف كمان ان عمه ساعد كاجرتن في قتل راجنر وعيلته، وده علشان يخلص منه هو كمان ويكون الملك الوحيد والشرعي لبيبنبرج. وبيتسحب أوتريد من وراه وبيمسكه ويقتله، وبياخد راس سكالون وبيروح بيها لعمه ويقول لعمه انه هيرجع مدينته تاني وهيبقى الملك، فبيخرج عمه جنود وراه علشان يموتوه، لكن بيقدر أوتريد وبريدا انهم يهربوا منهم في الغابه، وبيقول لبريدا انهم هيروحوا لأوبا ويعرفوه ان عمه ساعد في قتل راجنر، وساعتها أوبا هيساعدهم بالجيش بتاعه ويرجع المدينه ويقتل عمه. وفي طريقهم بيعدوا على قريه انجليزيه وبيلاقوا كل اللي فيها ميتين، وبيقول لهم واحد من اهل القريه ان الفايكنج هم اللي عملوا كده علشان ينتقموا، وده لان عمه طلع اشاعه ان أوتريد خان راجنر
راجنر وقتله هو وعيلته، وبيروح القس بيوكا لمملكة ويسكس، وبيقابل هناك الأمير ألفريد أخو الملك إسرريد، وبيعرفه إن الإشاعة اللي طلعها عمه أوتريد مش حقيقية، وبيقول له إنهم يقفوا معاه ويساعدوه، وده لأنه عاش مع الفايكنج طول حياته، ويقدر يساعدهم علشان يخرجوهم بره أراضي إنجلترا، لكن ألفريد مش بيوافقه وبيقول له إن أوتريد أكيد اتغير وبقى من الفايكنج، وإنه مش مصدق القصة اللي هو بيقولها، وبيخرجوا بعدها لقاعة القصر، وبيعرفوا إن جيش الفايكنج بقيادة أوبا متجه لويسكس، وبنعرف كمان إن ويسكس هي آخر مملكة فاضلة في إنجلترا ما احتلهاش الفايكنج، وبيقول لهم الملك إسلريد يستعدوا لأن الفايكنج هيكونوا قدامهم قريب، وبنشوف أوتريد وبريدا وهم في قرية بيهجم عليها أوبا وجيشه، وبيقدروا يوصلوا للساحر اللي اسمه أوستريد واللي بيمشي على طول مع أوبا، وبيخطفوه علشان أوتريد يعرف يتكلم مع أوبا من غير ما يموته، وبيروح له فعلا وبيكون معاه جسرم وشوية جنود، وبيشرح له إن كاجرتان وابنه سفين هما اللي قتلوا راجنر وعيلته، لكن أوبا مش بيصدقه، وبيقول له إنه جاسوس وجاي علشان يموته هو كمان، وبيأمر الجنود بتوعه إنهم يموتوه، لكن أوتريد بيوقفه وبيقول له إنه خاطف أوستريد، وإنه لو موته مش هيعرف مكانه وهيموت هو كمان، ولما بيتأكد أوبا إنه خاطف السحر بتاعه فعلا بيسيبه يمشي، وبيرجع بعدها أوتريد لبريدا وبيعرفها إن أوبا ما صدقوش وكان هيموته، وإنهم لازم يسيبوا المكان بسرعة ويتجهوا لويسكس، وجوه ويسكس بنشوف الملك وهو بيزعق لابنه الوحيد، وده لأنه مش مهتم بالمدينة وكله همه الشرب، وبعد ما بيخلص كلام معاه بيقول لابنه يسيبه ويمشي، وبيقول للمساعد بتاعه إن ابنه ما ينفعش يكون الوريث للحكم، وبيوصيه إنه لو مات في المعركة الجاية مع الفايكنج أخوه ألفريد هو اللي يمسك الحكم مكانه، وبنشوف أوتريد وبريدا وهم معديين على قرية في طريقهم لويسكس، وبيطلب أوتريد من الحداد اللي هناك إنه يعمل له سيف جديد، وفعلا بعدها على طول بيعمل له الحداد السيف اللي هو عاوزه، وبيعرف من الحداد إن في جنود من الفايكنج بيدوروا عليه في القرية، فبيروح أوتريد بسرعة لبريدا وبياخدها علشان يهربوا، لكن وهم خارجين بيشوفهم الجنود وبتبدأ مطاردة ما بينهم، وبيمسك الجنود بريدا وبيكونوا على وشك إنهم يقتلوها، بس أوتريد بيلحقها في آخر لحظة وبيقتل الجنود، وبيوصلوا للخيول بتاعتهم وبيقدروا يهربوا من القرية، وبيروحوا بعدها لوينشستر عاصمة ويسكس، لكن أهل القرية مش بيرحبوا بيهم، وبيكونوا خايفين منهم وده لأن أوتريد متربي طول عمره وسط الفايكنج، ولبسه وتصرفاته كلها شبههم جدا، وبيخرج الجنود الإنجليزي علشان يموتوهم، لكن بيوقفهم القس بيوكا، وبياخدهم معاه علشان يقابلوا ألفريد، وهناك ألفريد بيقول له إنه عارف إن اللي عمه قاله عنه بخصوص قتل راجنر وعيلته إشاعات، وإنه عارف كمان إن كاجرتان وابنه سفين هما اللي قتلوه، لأنه هو الوحيد اللي استفاد من موته وأخد مكانه والأسطول بتاعه، وبيقول لأوتريد إن الفايكنج مجمعين جيش كبير بقيادة جوسروم، وبيطلب منه يعرف له معلومات أكتر عن الجيش، وده علشان يكتسب ثقته ويخليه من جنوده، وبيوافق أوتريد لأن هو كمان محتاج مساعدته علشان يرجع مملكته، وبيوصل فعلا لمكان قريب جدا من الجيش، وبيلاقي علامة هناك على شجرة وبتكون زي طقس من طقوس الفايكنج، وبيرجع بسرعة لوينشستر وبيقابل الملك إسلريد وأخوه ألفريد، وبيقول لهم إن الفايكنج ناويين يهجموا عليهم في وقت قريب جدا، وده لأن الطقوس اللي لقاها على الشجرة بتتعمل قبل المعركة بأيام قليلة، وبيقول لهم على المكان اللي لازم يقابلوهم ويحاربوهم فيه، وبيضمن لهم إنهم لو نفذوا خطته هيكسبوا الحرب بكل سهولة، وبيوافق ألفريد على خطته وبيقنع بيها أخوه الملك، لكن بيأمر الجنود برضه إنهم يحبسوا أوتريد، وده لأنه لسه مش واثق فيه تماما، وإنهم لو كسبوا الحرب وكلامه طلع صح ساعتها فعلا هيخرجوا من السجن ويثق فيه، وتاني يوم بيروح جيش الإنجليز بقيادة ألفريد والملك إسلريد، وبينفذوا الخطة اللي قالها أوتريد بالحرف، وبيوصل فعلا الفايكنج زي ما قال في نفس المكان، وبيكسب الإنجليز بكل سهولة وبيرجعوا لوينشستر، لكن لسوء حظهم إن الملك إسلريد بيتصاب إصابة خطيرة جدا من الحرب، وجوه معسكرات الفايكنج بنعرف إنهم اتفاجئوا بجيش الإنجليز، وإنهم ما كانوش مخططين خالص للحرب في الوقت ده، بدليل إن الزعيم أوبا ما حضرش المعركة هو وجيشه، وبيكون متضايق من جسرم إنه حارب لوحده وخسر، فبيقول له جسرم إنهم ما خسروش المعركة وده لأنهم قدروا يقتلوا الملك، وجوه القلعة في وينشستر بيروح ابن الملك علشان يشوفه، بس بيخرج له ألفريد وبيقول له إن الملك مات، وبيدخل ابنه للنبلاء وهم واقفين في القاعة، وبيقول لهم إن أبونا قال له السلطة قبل ما يموت، وإن دي كانت آخر أمنية وأمر للملك، بس بيخرج مساعد الملك وبيقول له إنه كذاب، لأن أبوه قبل ما يموت عين ألفريد ملك مكانه، وده حصل في حضور جميع أعضاء المجلس، وبنشوف ألفريد بعد ما خرج أوتريد وبريدا من السجن، وبيشكر أوتريد إنه ساعده يكسب الحرب ضد الفايكنج، فبيقول له أوتريد إنه شكره مش كفاية، وإنه عاوزه يساعده يرجع ملك
تاني ويرجع الاراضي بتاعته، بس الفريد بيقول له ان الوقت مش مناسب لان الملك مات، وبيعرفهم انه هيعرض على الفايكنج انهم يعملوا هدنه. وفي ساحه القصر في شخص بيجي يخطف ابن الملك، وبيطلع ان اللي خطفه هو رئيس المجلس ورئيس الحراس، وبيعرفوه ان الفريد هينفيه من المملكه علشان ما يعملش اي تصرف غبي. وبيبعت بعدها الفريد جنوده للفايكنج، وده علشان يوصلوا رسالته ان عاوز يتفاوض معاهم ويعملوا هدنه. فبيقول لهم جسرهم انه موافق يقابل الملك ويتفاوضوا. وتاني يوم في القصر الفريد بيستدعي اوتريد وبيديله لبس جنود ويسكس كشكر على اللي عمله معاه، وبيقول له انه لو عاوز يكون من النبلاء لازم يتجوز من انجلترا، لكن اوتريد بيرفض، وده لانه عاوز يتجوز بريدا. فبيقول له الفريد يساعده في التفاوض اللي هيعمله مع الفايكنج، وبعدها ممكن يخليه من النبلاء زي ما هو عاوز. وبيوافق اوتريد وبيروحوا هما الاثنين فعلا علشان يقابلوا الفايكنج. وبيحضر الاجتماع ده جسرم واوبا، وبيعرض عليهم الفريد فضه بس بشرط انهم يسيبوا اراضي انجلترا تماما، وبيرفض جسرم العرض بتاعه تماما. لكن اوبا بيشوف اوتريد وهو واقف ورا الفريد، وبيقول له انهم هيوافقوا على الهدنه بتاعته مقابل الفضه وقتل اوتريد، بس الفريد طبعا بيرفض، وبيعرض عليهم الفضه تاني مقابل الهدنه، وبيهددهم انهم لو ما سابوش اراضي ويسكس هيموتهم من الجوع وهيقضي عليهم، وده لان اعداد جنوده اكبر من اعدادهم. وبيضطروا جسرم واوبا انهم يوافقوا على شروطه، وبينتهي الاجتماع على كده. وبعد الاجتماع بيغير الفريد كلامه مع اوتريد، وبيقول له انه هيدرب الجنود بتاعته لمده سنه ازاي يحاربوا الفايكنج، وبعدها هيخليه من نبلاء انجلترا ويساعده يرجع مملكته. وبيضطر اوتريد انه يوافق على شرطه الجديد، وفعلا بيبدا يعلم الجنود اسلوب الفايكنج في الحرب، وبيعلمهم ان ازاي الفايكنج بيقدروا يصدوا الهجمات عن طريق جدار الدروع. وبعد ما بيخلص تدريب بيعرف من بريدا ان ابن راجنر جالهم ويسكس، وبيروحوا هما الاثنين علشان يقابلوه، وبيقدر اوتريد يقنعه ان مش هو اللي قتل ابوه، وبيعرفه ان كاجرتان وابنه سفين هو اللي قتل راجنر وعيلته كلها، وبيتفقوا معاه انهم هيساعدوه على الانتقام. بس اوتريد بيقول له انه هيعمل كده لما يخلص تدريب الجنود بعد سنه، ولما الفريد يعترف بيه من النبلاء علشان يرجع مملكته. وبيتصدم اوتريد لما بيلاقي بريدا اختارت انها تسيبه وتروح مع ابن راجنر. وبعد ما مشيت بريدا بيقبل اوتريد عرض الفريد، واللي هو انه يتجوز من انجلترا ويكون من النبلاء، وبيتجوز واحده اسمها ميلدريس، وبيروح معاهم رئيس الحراس علشان يوصل اوتريد لارضه الجديده. وفي طريقهم بيشوفوا جنود من الفايكنج في الغابه، وبيعرف اوتريد انهم من جيش جسرم، وبيستغربوا لانهم مش ملتزمين بالهدنه وقريبين جدا من ويسكس. وبيعرف اوتريد من ميلدريس ان ابوها كان مديون للدوله، وان الفريد اختار له العروسه دي بالذات علشان يورث دين ابوها، وده طبعا علشان يفضل يسدد في الدين لفتره كبيره وما يقدرش يجمع ثروه وجيش، ويبقى محتاج دايما مساعده الفريد. ولما بيوصل اوتريد للاراضي بتاعته بيلاقي بيته عباره عن مزرعه قديمه مش زي بقيه بيوت النبلاء، وبيضطر انه يقبل بالامور زي ما هي ويحاول يصلح فيها. وبعد كام شهر اوتريد بيكون مع زعيم الحرس في الاراضي بتاعته، وبيشوف جيش الفايكنج داخل جوه اراضي ويسكس، ولانه بعيد عنهم ما بيعرفش ان بريدا وابن راجنر مع الجيش، وبيرجعوا لوينشستر مع بعض علشان يبلغوا الفريد. ورئيس المجلس بيكون متضايق من اوتريد لانه ما حاربش الفايكنج، فبيتعصب عليه اوتريد وبيقول له انه مديله ارض مديونه وان ما فيهاش كمان اكتر من 20 شخص، وبينصح الملك انهم يتحركوا دلوقتي ويحاربوا جيش الفايكنج، وده لان اعدادهم قليله جدا دلوقتي، وبعد فتره الاعداد هتزيد جدا ويتجمعوا في منطقه معينه. فبيقول لهم الفريد ان الهدنه كده انتهت، وانه هيخرج بالجيش لمدينه اسمها ويرم قبل ما الفايكنج يحتلوها، وبيودع اوتريد مراته قبل ما يمشي وواضح انها حامل، وبيروح مع الجيش بقياده الفريد علشان يقابلوا الفايكنج. ولما بيعسكروا بيروح اوتريد يتكلم مع الفريد، وبيكون متضايق منه انه ضحك عليه وسلمه ارض عليها ديون كتير، وبيطلب منه يرفع الدين عن ارضه بما انه الملك ويقدر يعمل كده. لكن الفريد بيرفض وبيقول له ان ده اختبار ليه، وانه لو نجح في الاختبار ده هيثق فيه جدا وهيخليه من القاده بتوعه للجيش الكبير اللي هو ناوي ياسسه. فبيزهق اوتريد من الشروط اللي كل شويه عماله تزيد عليه، وبيتعصب وبيسيب الفريد وبيرجع تاني للمعسكر، وبيعرفوا من الجواسيس ان الفايكنج احتلوا المدينه اللي هما كانوا رايحين لها. وبنشوف ابن راجنر وهو في المدينه فعلا، والفايكنج قاتلين كل شعبها وبينهبوا اي حاجه قدامهم. وبيروح ابن راجنر يتكلم مع جسرم وبيعرفه ان الفريد وصل بالجيش بتاعه ومعسكر قدام المدينه، فبيقول له جسرم انه ما يقلقش وان الفريد مش هيهجم عليهم وانه هيحاصرهم بس علشان يموتهم من الجوع. وبيكون متضايق ان القائد اوبا سابهم ورجع لبلدهم، وده علشان ينتقم لموت اخوه ايفر، وان اللي هو عمله ده
عرضهم للخطر لان جيشهم بقى ضعيف، وبيقول له انهم هيعملوا سلام لحد ما اوبا يرجع بالجيش بتاعه، وبيخرج فعلا جسره مع الجنود علشان يعملوا هدنه. ولان الفريد ذكي جدا بيكون فاهم انه بيعمل كده علشان يكسب وقت، فبيشترط عليه ان علشان الهدنه تتم يسيب اراضي ويسكس، وبيضطر جسره انه يوافق، لكنه بيطلب منه مهله شهر لحد ما السفن اللي هتنقلهم توصل. وبيروح بعدها الفريد يتكلم مع اوتريد وبيقول له انه هيبادل 10 رهاين من عنده مقابل 10 من الفايكنج، وانه عاوز يكون من ضمن الرهاين اللي هتروح لهم، وده علشان يتجسس عليهم ويعرف ميعاد رجوع اوبا بالجيش بتاعه، وساعتها يهرب ويطلع على التل يولع اشاره وهيكونوا سايبينها له هناك. وبيضطر اوتريد انه يوافق وبيبدا فعلا تبادل الرهاين، وهناك بيقابل ابن راجنر اللي بيعامله كويس جدا، وبيقابل كمان بريدا وبيعرفها انه اتجوز، وبيعرفها اوتريد في نفس الليله اللي بيوصل فيها انه جاسوس، وانه هيهرب اول ما يعرف ان اوبا وصل بجيشه. وجوه القصر في ونشستر بيتولد ابن اوتريد وبتسميه ميلدرس اوتريد برضه، مش فاهم ليه. المهم تاني يوم بيشوف اوتريد واحد من الفايكنج جاي يوصل رساله لجوسروم، وبنعرف من المرسال ده ان اوبا قرب يوصل بجيشه وان جيش الفايكنج هيكمل تاني ويقدروا يحاربه. وساعتها جوسروم بيموت القس اللي كان واقف معاه من الرهاين، وبيدخل اوتريد القاعه بعد ما يخرجوا، وبيعرف من القس قبل ما يموت ان الرساله كانت بخصوص وصول اوبا بجيشه. وبيعلن جسروم ان الهدنه انتهت وبيدي امر للجنود بقتل كل الرهاين، وبيحاول اوتريد يهرب من الجنود وبيقدر يموت شويه منهم، ولانهم كتير جدا بينط من الحصن وبيقع قدام جسروم وجنوده، والحصن حظه ان ابن راجنر بيدافع عنه، ولان جنود الفايكنج ولائهم لابن راجنر اكتر من جسروم بيضطر جسروم انه يسيب اوتريد يعيش. وبيخرج اوتريد بعدها وبيروح للتل مكان الاشاره اللي قال له عليها الفريد، وبيولعها وبيعرفهم ان اوبا وصل بجيشه. وده كان اول جزء من الموسم الاول لمسلسل ذا لاست كينجدوم. ما تنساش تشترك في القناه لو عجبك الفيديو علشان تتابع بقيه المواسم. ودي كانت نهايه فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كان معاكم شعيب، سلام.